عسلامة يا توانسة، حبيت باش نعملوا فيديو مباشر في الطبيعة الحلوة هذه، لأنه الريزو ما خولناش طبعا، ما فماش ريزو لهنا. حبيت نسمع من بكري في الإذاعات، يعني مروح من الخدمة نسمع في الإذاعات الكل تحكي على أساس أولو كيفاش النيابة العسكرية، وعلاش مش القضاء المدني، علاش القضاء العسكري، وتداخل وتصادم بين السلطات القضائية وهالتأويلات هذه والكلام هذا الكل، إلا المبتغى منه هو رفع، معناها رفع يد القضاء على راشد الخياري وعلى التصريحات نتاعو وعلى ما لف لفه وما لف لفهم من الناس هذيا الى قاعده ما تحبش الاستابيليتي في تونس، ما تحبش الاستقرار في تونس. دونك هنا حبيت نوضح نقطه فقط لاهل القانون الدستوري ولاهل القانون بشكل عام اللي قاعد خرجوا يفتيوا توا ويقولوا علاش قضاء عسكري. ببساطه القضاء العسكري مش على خاطر الفلوس ولا خاطر السيد مدني وتهم انسان مدني اللي هو رئيس الجمهوريه يلزم يمشي للقضاء المدني. ولهنا سامحني انك تتهم شخص بالتخابر على امن الدوله، بالتخابر مع جهات اجنبيه، جهات استخباراتيه اجنبيه، هذه حاجه تمس الامن القومي التونسي، وما على النيابه العسكريه والقضاء العسكري الا ان يتدخل. وفما هوني معناها حبيت نوضح، راه مش كان الاصوات اللي قاعده تتكلم اليوم توا في في في, في الاذاعات وفي التلفاز الا تندد بالقضاء العسكري كيفاش تدخل فيها الحكايه وما استناش، راه فما هبه شعبيه كبيره لمسانده القضاء العسكري زاده على الشيء اللي قام به بطاقه الجلب هذيك والصرامة في طبعا فتح الملف هذا بالسرعة الكافية وفي الوقت اللازم فتحه. دونك هنا حبيت كيف نوضح كونه فما نسبة كبيرة وفئة كبيرة من التوانسة تساند القضاء العسكري في الشيء اللي قاعد يعمل فيه وفي الإجراءات اللي قاعد يعمل فيها. ونحب بلادنا مستقرة، ما نحبوش ضربة ضربتين يخرج علينا شكون أو مكلف بمهمة من طرف الإخوان، لأنه نعرف واحنا توا في نهاية المطاف راشد الخياري معناها شنو الانتماء نتاعو. راشد الخياري كان ائتلاف كرامة، قبلها كان نهضة، دونك معروف الانتماء شنو، التيار اللي قاعدين ينتميوا له الناس هذوما معروف شنو، الاسلام السياسي والاخوانجيه بشكل عام. دونك لهنا ما نقعدوش نستناو لين كل مره الاخوانجيه يرميونا قنبله باش يلهيوا بها، الراي العام، باش يكملوا ينفذوا مخططاتهم ويجسوا النبض طبعا، يشوفوا شنو فما وشنو ما فماش. دونك تحيه للقضاء العسكري اللي خايف على امن البلاد والعباد، وتحيه لكل رجل نزيه في تونس، رجل قانون نزيه قال كلمه الحق في الوقت الصعيب هذا. تحياتي شهيه طيبه الناس الكل. اليوم العاشر في شهر رمضان المعظم، ان شاء الله تصوموه كالعاده بالبركه وبالخير وباليوم ان شاء الله، وموعدنا كالعاده في القريب العاجل في اي طبعا اي حاجه تصير تلقونا موجودين ان شاء الله. شهيه طيبه.